النجم المبدع استاذ نادر ابو الليف، مع حضرتك ساره اساس من قناه اس بي سي، بنرحب بحضرتك معانا. عايزين نعرف راي حضرتك في الايفنت النهارده. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الاول بشكرك على اللقاء الجميل دوت، وبصراحه الايفنت في جميلات ما شاء الله ما شاء الله، امارات على مستوى العالم العربي كله والوطن العربي ومصر ام الدنيا، فيها مقدمه جميلات كتيره جدا، وانا عينيا زغللت بصراحه، شكلي كده هتجوز تاني. هتجوز انا وابني. على رأي حضرتك في السينما والدراما الفترة الحالية؟ والله يعني أنا شايف عموما الفن في مصر أصبح قلة شوية، لأن الدنيا مش مستقرة والظروف الاقتصادية للعالم كله مش كويسة، ففي تقليل شوية في الإنتاج، وربنا يسهل يا رب، ربنا يسهل والدنيا تتحرك تاني إن شاء الله إن شاء الله. في اعمال سينمائيه او دراميه تشترك فيها الفتره الجايه؟ في مسرحيات، يعني انا ايه نبذه هنا بقى، نبذه عن المسرحيه. ايه عايزين نبذه عن المسرحيات اللي حضرتك؟ انا بعمل مسرحيه اسمها جنان في جنان، انا والنجمه الجميله بوسينه رشوان، وهي بتتكلم عن الحياه بتاعتنا والمجتمع بتاعنا والحاجات اللي احنا بنمر بيها كلنا كشباب يعني، فان شاء الله مسرحيه حلوه وطالعين بيها بالمناسبه ان شاء الله السعوديه ان شاء الله ان شاء الله. ايه انا من محبين فن حضرتك، وبالذات اغنيه ايه سيبك من الستات يا اخويا دول مجانين. قلت لها قبل التصوير مستهون بالستات يا اخويا دول، مش سيبك. لا لا سيبك، ما تقدرش تسيبني منهم. طيب انا عايزه حضرتك بقى تغني لنا الاغنيه بقى. اغني لك الاغنيه؟ حاضر. مستهوين بالستات يا اخويا دول مجانين، دول كربونه وحياة ابويا دول مجانين، هاني مولب منديل بقويا دول مجانين. علي صوتك كفايه كده. هنشوف حضرتك في رمضان 2023 ان شاء الله باذن الله، ربنا يسهل باذن الله، يكون في خير باذن الله، في حاجات كتيره معروضه عليا وادينا بنقرا ونشوف، والاصلح والاحسن لجمهوري هقدمه ان شاء الله ان شاء الله. اكيد حضرتك متابع وعارف ان الفنان محمد رمضان اتجه للغناء، ايه رايك في الغناء اللي محمد رمضان بيقدمه؟ نو كومنت. ايه رايك في كده؟ نو كومنت، لان هو مش غنى، هو اللي بيعمله مش غنى، هو شو بس، فما فيش غنى. وجهه نظر حضرتك افضل مطرب في الساحه حاليا؟ اطرب احسن مطرب يعني، والله في كتير، في احمد شيبه بالنسبه لي كمطرب شعبي، في حكيم، في رضا البحراوي، في ابو الليف، في ناس كتيره جدا يعني، انا مش بقول بقى على اللي هم الشباب اللي ستايل وبتاع، وعمرو دياب ومصطفى قمر وحمائي والكلام ده، لا انا بقول على اللي هم شعبي بس، لكن طبعا عمرو دياب طبعا الهضبه، حبيب قلبي، منير طبعا النجم الكبير بتاعنا الكينج، حمائي، هشام عباس حبيبي، والله كلهم كويسين يعني، حماده عدويه، في كتير، في الوسط عندنا، بس للاسف النهارده كله نايم، كله قاعد، لان الدنيا مش حلوه يعني. بس ايه راي حضرتك في فن الراب، وهل تحب ان انت تشارك في فن الراب؟ والله لو حاجه كويسه هادفه اقدمها مفيش مشكله عندي، بس وانا اعتراضي على المهرجان مش المهرجان كمهرجان، انا اعتراضي على المهرجان ككلمه، الكلمه اللي بتتقال جوه المهرجان مسفه وفيها خدش الحياء وفيها اسفاف وفيها حاجات وحشه جدا، ما ينفعش حضرتك تسمعيها لان هتتعب ودنك، هتخدش حيائك، هتضايقك، وليه؟ ما احنا عندنا مؤلفين كويسين جدا شاطرين بيألفوا كويس جدا، كلام هادف ومواضيع كويسة جدا، ما تتحط جوه المهرجان، ايه المشكلة؟ بس ده ابن حضرتك؟ حبيب. اسمك ايه؟
اسمها بيل. عندك كم سنة؟ لا فايف. بتشوف الغنى اللي بابا بيقدمه؟ تحب لما تكبر تبقى زي بابا كده؟ احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا ونتمنى لك مزيد من التوفيق.